الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على حبيبه المصطفى. نشهد الله بالوحدانية ولرسوله برسالة ولكتابه بالعظمة. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، الوطن الذي نعيش فيه ونتغذى من خيراته ونسبح ونجري ونلعب على أرضه وتحت سمائه، جعله الحق سبحانه وتعالى مأوى، وجعله لنا مسكنا، وجعله لنا معاشا. الوطن كما قال أحد المفكرين: من لا وطن له لا قيمة له. اللي ملوش وطن يعيش فيه ملوش قيمة. ياريت كل واحد فينا كده يفكر قبل ما يفكر حتى أن يتحدث بكلمة واحدة. لو أن إنسانا شاب هيبدأ حياته، ما عندوش شقة يبدأ به حياته، وعنده أموال كثيرة بس مش عارف يجيب بيت يعيش فيه أو يسكن فيه، هيكون حاله عامل إزاي؟ حب الوطن لا أقول من الإيمان، وإنما أوجب الإيمان علينا حب الوطن، لأن الوطن إيمان. الوطن إيمان، اللي بيحافظ على بيته وعلى عرضه هذا وطن، اللي بيحافظ على مسكنه هذا وطن، اللي بيحافظ على أهله هذا وطن، اللي بيحافظ على إخوانه ومن معه هذا وطن. الوطن ليس متعلق بشخص، وإنما متعلق بأشخاص. النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو إلا حصل حينما أخرج من مكة، ماذا قال؟ بكى ونعى هم فراق الأوطان، وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما راح مكة عمل إيه؟ كان بيحب. حتى ما راح المدينة عمل إيه؟ كان بيذكر مكة وطنه. إيه السبب؟ لأن من لا خير فيه لوطنه لا خير فيه لأحد. المكان اللي تربيت فيه وعشت فيه واللي فيه ذكريات الطفولة والصبا والشباب لو ما بقاش لي خير فيه وانتماء لي، لن تجد فيه خيرا، لا لصغير ولا لكبير. شوف سيدنا النبي عليه أول ما راح مكة، أول ما راح المدينة: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. سبحان الله. المواطنة أيها الأحبة ليس معناها أني دون غيري، بالعكس، المواطنة مفهومها أن الجميع على هذه الأرض أو هذا الوطن رجل واحد، لا تفرق بين عرق وعرق، ولا جنس وجنس، ولا دين ودين، المسلم وغير المسلم الكل سواء، والأسمر والأبيض الكل سواء، والصغير والكبير الكل سواء، والذكر والأنثى الكل سواء. زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في دستور المدينة، ماذا قال؟ لهم ما لنا وعليهم ما علينا. من؟ غير المسلمين. لهم ما لنا، الكل له ما للآخر وعليه ما للآخر. الوطن يحمي ويحفظ. الوطن عبارة عن بيت كبير يأويني ويحميني. الكل يسعى من أجل مأوى ومسكن، ولكن بالله عليكم انظر كده إلى بعض البلدان التي أصبحت فيها الأوطان مباحة، الكل يشقى. أحد الصالحين يسأل ذات يوم ويقال له: ماذا تقول في كذا وكذا وكذا؟
قال يكفيني في وطني أني أعبد الله عز وجل، يكفيني في وطني أني أعبد الله عز وجل. أيها الأحبة، بعض الناس يريد أن يمزق الوطن وأن يشرد الوطن، يريد أن يجعله فئات وجماعات، يريد أن يجعله فئة، هذا تبع كذا وهذا تبع كذا، ويجعل من كل فئة جماعة ومن كل جماعة جماعة. الحق سبحانه وتعالى ما أمر بهذا، الحق سبحانه وتعالى أراد منا أن نكون يدا واحدة. قال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا، وقال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال في سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم. انظر، الآيات الثلاثة أتت بواو الجمع، سابقوا يعني سابقوا، يعني سارعوا، يعني تعاونوا، مش واحد يسبق واحد، لا، دمسكوا ايديكم في ايدين بعض، تمسكوا ببعضكم البعض وتعاونوا مع بعضكم البعض وانهضوا ببعضكم البعض. المواطنة هي في الاتحاد، المواطنة في أن نكون على قلب رجل واحد، المواطنة أن نخلص لهذه الأرض التي نما شبابنا عليها وسقينا من مائها وتربينا من خيراتها. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أما كان يخرج من مكة كان بياخد شوية رمل معاه، شوية تراب معاه، وهو مسافر كده ياخد شوية رمل أو شوية تراب معاه، شوية حاجات معاه يحطهم معاه، ويقول إيه، يمسكهم كده ويقول إيه، باسم ربنا، باسم ربنا وتربة أرضنا وريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. سبحان الله، تخيل. وما هاجر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أتاه أحد الصحابة، فأول ما دخل كده سيدة عائشة بتقول له إيه، أخبرنا عن مكة، فظل يعدد بها كذا وكذا جبال، مكة بها جبال ولكنه يتحدث عن الجبال كأنها أنهار. فاشتاقت السيدة عائشة إلى مكة، واشتاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ثم قالت له يا أصيل قف، انتظر، كفاية، دع القلوب تقر قرارها، سيب القلب يستريح شوية، سيب القلب يسكن قليلا، لما مما هاج بسبب اشتياقه إلى موطنه. أيها الأحبة، المواطنة ليست معناها الأنانية، المواطنة ليس معناها أن تحب نفسك، بل بالعكس ربما تضحي بنفسك من أجل من معك، المواطنة أن تحب غيرك، هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. اللفظ صراحة لم يأتي في القرآن الكريم، وإنما معناه ورد كثيرا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شو سيدك النبي يقول إيه؟ والله لا يؤمن أحدكم، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هو ده مفهوم المواطنة، ما تكونش أناني. الذي يستغل ثروات البلاد وخيرات البلاد لنفسه، هذه نوع من الأنانية. الذي يطغى على غير المسلم، هذه نوع من التعدي. الذي يجب أن نحافظ عليه والذي يجب أن نهتم به أن نحمي بيتنا الأكبر وأن نحافظ على بيتنا الأكبر. اللهم احفظ علينا أوطاننا وأمننا في أوطاننا، اللهم احفظ علينا أوطاننا وأمننا في أوطاننا، اللهم اجعل مصرنا آمنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا أكرم الأكرمين، احفظ بلدنا واحفظ أهلنا، اللهم احفظها من كل سوء واحفظها من كل شر، اللهم احفظها من كل سوء واحفظها من كل شر، بحق لا إله إلا الله، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.